السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد ولا حلقه جديده. المهم في هذا الفيديو غادي نجمع لكم فيه جوج فيديوهات، فيديو واحد كما كيقولها عصفورين بحجر واحد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا فيه كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، غادي نهضروا فيه على الالعاب في سامسونج اس 8، الاداء ديال سامسونج اس 8 في الالعاب. غادي نديروا ليه تيست في الالعاب، وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم بعض الالعاب اللي زوينه وتقدروا تغيروا بها بابجي وفري فاير منين تمليو منهم. يعني ماشي غير فري فاير بابجي هما اللي كاينين العاب اخرى. المهم جبت لكم اليوم ماشي العاب اللي نتمنى يعجبوكم، انا صراحه عجبوني وبغيت نشاركهم معكم في هذا الفيديو. وفي نفس الوقت كما قلت لكم بغينا نديروا تيست الاس 8 نورمال ماشي البلاس في الاداء ديالو في الالعاب، اللي بغى يشري اوكازيون ولا جديد. المهم اوكازيون كيدير ديك 1800 1900 درهم. والمراجعه الكامله ديال الاس 8 نورمال غادي ندير لكم فيديو عليه ان شاء الله قريب ان شاء الله، ونهضروا فيه على جميع التفاصيل ديال الاس 8 اللي بغى يشريه. فهاد الفيديو غادي تعرفوا غير الاداء ديالو في الالعاب، عارفكم عزاز عليكم الالعاب، وجبت لكم كما قلت لكم العاب اخرين اللي تقدروا تبدلوا بهم مره البابجي ولا فري فاير. بلا ما نطول عليكم دعموني بلايك الفيديو، اللي ما مشترك في القناه يشترك باش يوصلوا ديما الفيديوهات وديما يوصلوا الجديد ان شاء الله. تقريبا كل 3 ايام تنحاول نحط لكم فيديو، الا ملي كتكون شي حاله طارئه اللي كنتعطل عليكم من ديك 4 ايام بحال هكاك. المهم بالدعم ديالكم غادي نحاول ديما نجيب لكم فيديوهات وديما نجيب لكم جديد ان شاء الله. ويلا نبداو. واول لعبه معنا في هذا الفيديو هي نيد فور سبيد نو ليميت. كاينه نسخه من نيد فور سبيد اللي كاينه ديال التليفون ولكن بالفلوس، وكاينه نسخه اخرى اللي هي هذه نيد فور سبيد نو ليميت اللي فابور، وغادي نشاركها معكم في هذا الفيديو ونشوفوا الاداء ديال الاس 8 فيها. وثالث لعبه معنا في هذا الفيديو هي كونتي بيتل هليكوبتر 3D. هذه اللعبه الاخرى عن العشاق الحرب، العشاق الناس اللي كيعجبهم يدخلوا للمهمات الصعبه. البدايه ديالها كتبان سهله، والاشواط الاولى فيها يعني المراحل الاولى ديالها ساهلين ما صعبش بزاف، ولكن بصراحه انا هذه اللعبه كنت كنلعبها مش حال هذه، وفاش كتوصلوا فيها لبعض المراحل صراحه مثيرين. اللعبة الثالثة معنا في هذا الفيديو اللي مثيرة بزاف، وخصوصا الناس اللي كيعزز عليهم القتال والمصارعة الحرة، جمعة يعني بزاف ديال الأشكال ديال القتال، وبطريقة اللي هي قديمة شوية، طريقة كلاسيكية، داكشي ديال السيوفة والفيسان وشي حاجة اللي زوينة بزاف. هاد اللعبة سميتها شادو فايت 3، مشهورة بزاف، وكنظن بزاف منكم كيعرفوها، وحتى هي غادي نجربوها على الاس 8. ورابع لعبه معنا في هذا الفيديو اللي تاعي غادي نجربو على الاس 8 هي خاصه بالسيارات، وبالضبط الحلبات ديال السيارات
اللي كتدخل للسياره الحلبه عفوا كيكون جمهور وكتحاول انك تفجر العجلات ديال الطوموبيل يعني في اقل وقت ممكن. كيتحسبوا لك النقاط وكيتزادوا لك الفلوس وكل مره تمشي كتعدل على الطوموبيل كتجيب طوموبيل جديده كدير بنوات اخرين وكذا وكذا. وهادشي اللي كان خاطي في هذا الفيديو. عندي ما شفتوا الاداء ديال الاسمانيا في الالعاب وقريب غادي تشوفوا المراجعه الكامله ديالو وتصور الكاميرا الى غير ذلك. فقط اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ودعمونا بلايك. وشكرا بزاف على المشاهده وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.